Aslena, bom, marquei uma carga de currículo verde. Let's start. First book I'm gonna talk about is Turtles All the Way Down. My favorite. كنتي بدي احكي على طفلة اسمها ايزا. عندها فوبيا من كل نوع بكتيري وكل من. اون بلوس عندها غزة للدنيا. في البلاد نتاع ايزا ما بليونير هرب واللي يلقى اي انكيس على هو وين ياخو جائزة مالية كبيرة. ايزا وصاحبتها باش يحاولوا يلقاو الراجل هذايا وهما يلوجو في انكيس عليه تلقاو مع ولدو. بدات الحكاية. نيكست الكتاب الثاني هو The Fault in Our Stars. مانيش باش نحكي على الكتاب هذايا خاطر باز تفرجت في الفيلم نتاعو ولقيتو كود في السوشيال ميديا ولا تصويرة منه ولا اي حكاية متأكدة انتم سمعتوا عليه. باش نقولكم حكاية بركة يتقدوش فيلم محلي كتاب احلى. دونك you need to read it. ثالث كتاب هو The Sun is also a Star. يحكي على طفلة اسمها ناتاشا من جامايكا جات مع عائلتها الامريكا وهي صغيرة. جاو فيزا متاع توريست ما قعدوا على طول حتى جا نهار اللي فاقوا بيهم وحكم عليهم باش يروحوا. شخصية رئيسية الاخرى هي دانييل هو طفل he loves poetry. مع عيلته تحب يولي a doctor that's why he applied for Yale. وفي طريقه باش يعمل انترفيو مع واحد متخرج في الفاكولتي هذيك طلعوا مش كوني تلاقى ناتاشا ونهارتها it was her last day in America. الكتاب حكيها لحكي متخص بكتير من تبر شعبات يعني تحس روحك في وسط كل واحد فيهم حتى شخصيات ثانوية عطاهم صوت. حكي على برشا مواضيع مهمين كما immigration, poverty, racism, dreams, vs reality, etc. رابع كتاب هو everything. The story is about a girl who hasn't left her house for 17 years. قد عندها حساسية من بريس كل شيء. So everything was fine until Ollie came. Ollie is her new neighbor. And since the day he came, everything changed. I liked this book. Ending نتاعو ياسر unexpected. آخر كتاب باش نحكي عليه هو Double Helix. يحكي على طفل اسمه إيلي قرر باش يعدي العام الأول من بعد الهاي سكول يخدم ويدخل الكولج next year. دبر خدمة في وايت ترانجينكس and it was too good to be true. كي بوس معلي وباش يخدم غاديكا قالوا بطل وما عادش تحكي للدور دكتور وايت. إيلي قالوا ليه خاطر مصدق ربي قا خدمة قاعد يلوج علاش بوه قالو كيكا. حاسة الحكاية عندها علاقة بأمه اللي وقتها مشلولة من جرة مرض اسمه هانتنتونز ديزي. المرض ذا يصير وقت الكودون CAG اللي في DNA يتعاود من 36 مرة أكثر من 120 مرة. اليوم في الإنسان العادي يتعاود ما بين 10-35 مرة. I recommend this book to those who love genetic engineering and science fiction. That was everything. See you in next videos. I hope.